هو يقول يعني هناك بعض الناس الذين ظاهرهم الالتزام، سواء اللحية أو الثوب القصير أو الغطوة بالنسبة للمرأة، طيب، أو النقاب أو كذا، ثم يقع منه بعض المعاصي أمام الناس، فالناس تقول الملتحون كلهم كذلك أو المتدينون كلهم كذلك أو هذا. طيب، في مسلمين يسوون معاصي، واحد يقول المسلمين كلهم كذا، نترك الإسلام؟ مشكلة هذه. فهذا هؤلاء ليسوا حجة، يعني كل إنسان في مثل اللي مو كويتي الله يعينه يحاول يفهم، عاد أكيد في مثل مطابق له ببلده، يعني ما أدري، يقول كل شات معلقة بكراعها، ما أدري فهم ولا لا، ما أدري. يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان، أنا لا أتحمل يعني أفعال غيري أبدا، لا تزر وازرة وزر أخرى، والتعميم غلط على كل حال، لا يجوز أن أعمم. شفت إنسان ملتحي فعل معصية يقول كل الملتحين كذلك، طيب شفت إنسان حليق فعل معصية يقول كل الحليقين كذلك، شفت امرأة مسلمة فعل شيء يقول كل المسلمات، شفت امرأة كافرة أقول كل الكافرات، غير صحيح، التعميم خطأ. هذه الأمور لا تكون عن دراسة وعمل استبيان تام واستقراء حتى يحكم الإنسان بعد ذلك بالعموم، فلا يجوز التعميم في هذه القضايا. وهذا الإنسان الذي هو يعني ملتحي أو مقصر أو المرأة المنقبة أو المتغطية أو كذا، يعني هؤلاء نقول لهم اتقوا الله تبارك ولا تسيئوا إلى الإسلام. حتى نحن الآن لما نسافر في خارج الكويت مثلا، خارج البلاد بشكل عام، يعني خاصة بلاد الكفر أو كذا، كل إنسان، كل واحد فينا مسؤول عن الإسلام، أنت سفير للإسلام، فأي خطأ تقع فيه سيقول انظروا إلى حال المسلمين. ليست القضية متوقفة على يعني ملتحي أو مقصر أو منقبة أو متغطية أو متحجبة أو غير ذلك أبدا. فالقصد أن هذا لا يجوز التعميم، وهذا أيضا لا يدفعنا إلى ترك الالتزام. واحد يقول أنا ما أضع اللحية لما ألتزم 100% حتى لا أسيء للملتحين، واحد يقول لا أقصر ثوبي حتى ألتزم 100%، نقول ستموت ولن تلتحي، ستموت ولن تقصر، ما 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 يصير إنسان 100%، ما فيه. يعني صفوة الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء والملائكة، يعني كان يعني وقعت منهم بعض المعاصي، فكيف نحن، بل وقعت من بعضهم بعض الكبائر، فكيف نحن الآن نريد أن نكون يعني 100% حتى نبدأ بالالتزام الظاهري؟ بل لعل اللحية والثوب القصير والحجاب والنقاب والبوشية الغطوة، لعل هذه الأشياء تدفع الإنسان يستحي أكثر من حاله التي هو عليها من أن يقع فيما يغضب الله جل في علاه. طيب.